اللي بالمطار جايين يسلمون على داوود وعلى البلاهم وجايين يسلمون علينا شلون يعني انهم عبالهم ان احنا حريم صدق فيبي يلموننا كان يقول لهم لا انا ضيعت قاعد يقول انا ريال مو بنيه تقول وي والله انت بنيه والله انت ريال ولا لا والله العظيم يبغى انا ريال والله يا وين طبعا انت والله العظيم خليني ساكت فانت لا مسوي لي هذا الستايل عرفته مال الفضائيات اللي تشوي اللي يخشون الاشياء هني حمد زين طبعا احنا ندري ان انت صوتك وايد حلو وانك راح تدش في احد البرامج الجديده ان شاء الله اللي تطلع الفنانين المطربين فنبي نسمع احد اغانيك الجديده بمناسبه طبعا عيد الام احنا في عيد الام صوت السهاره على قناه الشاهد طبعا احنا بمناسبه عيد الام نبي طبعا نحيي ونوجه تحيه لجميع امهاتنا في دولة الكويت ودول الخليج العربية ودول العربية كاملة بس أمي وطبعا أمك أمها طبعا مميزة أكيد طبعا أم طرقي بس أمي وأمي وأمكم كلكم فكل عام وأنتم بخير الله يطول في أعماركم الله يخلي أمهات المسلمين يا رب والله يخليهم يا رب إن شاء الله فنبي نسمع ست الحبايب قبل ما تسمع ست الحبايب قبل ما يحرجك الشاب اللطيف اليوم عيد ميلاده ليش ما تغنونه؟ اوه صادق اي لا احنا كنا بنسوي له مفاجاه كنت انا والله مفاجاه حركتها ها انا حركتها يقول لك العام بخير عقبال الف سنه ان شاء الله يا رب ان شاء الله عطاءات اكثر يعني انت قاعد تقول حركتها يعني انت وين شنو اللي حركتها؟ المفروض هذه عيد ميلاده لا بعدين معازم يلا غنوا له يلا سمعني يا ست الحبايب ولا اي اغنيه على ايش رايك؟ خل اقول لك لا الحين حق عيد الام مال امس اقول لك هابي بيرثداي خل اقول لك انا جاينا مسج يقولون الفنان احمد الحسن في مقابله من المقابلات كان يغني اي نبي نسمع صوتك لا لا توهقنا ما اقدر لا صدق غنيت انت مقابله من المقابلات احنا برنامج قادر ليش ما كررت ترى احنا برنامج قادر شو يعني انت قوي كأنك الحين قاعد تفضل البرنامج الثاني لا لا والله مو القص بس انه يعني الصوت يعني عادي 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 قديمه سالفه تعبان لا 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 صوت الممثل الناجح ما يتوهق شغلني اي شيء حق راشد الماجد بعد اي شيء حق عبد المجيد يلا عارف شنو اللي تغني لازم شنو اليوم مريضه شوي اي اليوم بس انفلونزا والله شوف هي هو اداء يعني مو شو اسمه تغني وياي شلون تغني طرقي بنيله بعد شوي انا بنيله لبيته منه يا توني ساكت اليوم بالحلقه فبنيك بعد انا راح يله اليوم قايل لي كم شغله قبل الهواء ف اوكي بعد يعني انت اللي انا شكرا بعد اللقاء ان شاء الله بعد اللقاء انا مسكين ما سويت شيء وطاير من الفرحه طاير وقلبي على نار ناطر بس ما اقدر لا شاي كمل توني انا اصفق بس لان مو حافظها وبس ما ثاير من الشوق ثاير وحشني شوق ثاير من الشوق ثاير وحشني شوف الكويت ايش اقدم؟ ما ادري ايش اقدم هديه كل شيء اشوفه شويه هي نجمة نزلتني طبقه هي نجمة الشرق هي وهي عروس الخليج طاير يلا عندك عاد محمد زيد يلا محمد محمد رضا المفروض احنا نغني لك الاغنيه على عيد ميلادك العام الجاي بخير عقبال الف سنه يلا محمد غني لنا عيد ميلادك بعد الف سنه عاد بتخليني كلش والله لا ان شاء الله الف كم صار عمرك كم صار عمرك احمد 23 ما شاء الله 12 لا اكبر شوي اكبر شوي بس مو وايد انت وبربيع سنه 26 شوي طرقي ساكت طول الحلقه حمود طرقي ايش شنو حمود يبي له؟ احب ابارك له على التعادل 1-1 المفروض كنتوا تخسرون مباراة ريال مباراة امس الله يعينك طبعا اذا شفت المباراة انت ريال مدريد 82 حطوا عليكم جول ها؟ اي ما نبي اعذار لحظة اوكي ريال مدريد ريالي اول شيء طرد ريالي صدق واثنين طرد منكم اشوف شعرك طويل تستخدم هذا كلير صح؟ اي كلير مال مال كريستيانو رونالدو نبي نسال اسرار لو عرض عليك مسلسل بطولة 30 حلقة برمضان راح تشاركين؟ لا مع ان وجهك يعني فوتوجونيك للشاشه وايد حلوه وايد وايد انه فوتوجونيك اي فوتوجونيك فوايد لما تطلعين بالشاشه راح يكون حلو لما تكونين ممثله طبعا بس كلش مو ميولي كلش لو يجيني شنو عرض مع ان يعني اشوفك يعني تلقائيه وهذا احب التقديم يعني جوي بالتقديم اوكي بس ان امثل او اغني شيء يعني انسى الموضوع انا تمسك مجمع الثريا السكرتيه بالليل يعني تمسك لان اسمع بوديجارد لان هي اي لان هي شنو الحين اخر ايام هي تمشي كلها مع ربع بالفوز وهي طبعا بالفوز معروف عنها يعني
فتوهم صارفين لهم تشادي شده حق الصيف مع ناديات عزكم الله يعني ويابوا لها مسابيح. فهي طبعا الحين هذا مدير سكرتيري قاعد عند الكرسي عند الباب، راح تقعد عند الباب مغلق حاجيك ترى ما في شباب اليوم. نفس السؤال وجهه لمحمد زيد. لا انا بوجه له سؤال. لا اي والله لا نبي طرق اليوم طرقي طرقي قال لي قبل الهوا هو يشجع الهلال بالسعوديه. انا اذا لعبوا الكويت السعوديه قلت له منو تشجع؟ صراحه انا اشجع الكويت. ليش؟ انا مع الكويت بس اقهر الشباب اللي عندي بالسعوديه يقهروني كل ما لعبت الكويت السعوديه. ها ويمك ويمك اي ويمي بس والله تحيه كبيره ترى للمنتخب السعودي والمنتخب الكويتي كلهم على راسي. يعني انا ما كنت بس اللهم هذه السالفه ان الشباب كلها يقعدون مع امك مع امي مع امي يجتمعوني مع امي. زين الهلال هلال ندري الهلال اتحاد بين مشاجرات ها ليش الهلال الطياره يعني؟ هذه متى راح تنزلونها والله العظيم؟ ليش شجعت الهلال يعني؟ الهلال شوف انا جماهيره كبيره الهلال ترى اي بس انا عشقي لشيء واحد اللون الازرق. الازرق الله اللون الازرق. والاتحاد اصفر اصفر مقلب اصفر واسود اي شو قتساوي ها منو؟ اتحاد القادسيه. انزين انتم ما لاعبك المفضل بالهلال؟ ما سالتوني شنو النادي الكويتي اللي احبه؟ شنو النادي القادسيه؟ الله ملك يعني تحب انا القادسيه. لا ما احب الاتحاد. يعني تحب الاتحاد؟ ما احب الاتحاد. انت قلت لي تو ساعة بالفاصل قلت لي انا احب الاتحاد لان الاتحاد صرفوا لي اخر مره. الا تبي تسوي مشاكل؟ لا قال لي ما يحب النصر. ما نتاج هلال نصر صح؟ ديربي طبعا ديربي قوي ديربي العاصمه اوكي اللي هو الهلال والنصر طبعا كلهم فريقين كبار بس انا ميولي للهلال اكثر. لاعبك المفضل؟ الدوري السعودي يعني الدوري السعودي محمد نور والله وياسر القحطاني طبعا ياسر زميل واخو عزيز اوجه له تحيه من قناه الشاهد اذا كان شايفها ان شاء الله وهم اوجه تحيه للكابتن محمد نور بعد والله بالعالم مرتين قلته محمد نور مرتين قلت له مرتين وجه له تحيه ايش معنى؟ يستاهل محمد نور لاعب كبير والله عملاق ياسر القحطاني لازم مرتين توجه لا يعني اوجه تحيه حق اخوي ياسر القحطاني حبيبي ياسر شوف حمود ترى عجبني هلالي ويقول لك محمد نور من افضل اللاعبين مع لاعب من الاتحاد بدر المطوع بعد بدر المطوع كلام كبير هذا عملاق بدر المطوع بالكويت انا حسيت انه كنا برنامجنا قلب صار رياضي صار رياضي شوي رياضي نور صار رياضي طرقي شوي ميوله رياضيه برنامج صدى الملاعب مصطفى الاغا على الام بي سي اللي مش عاجبه الفيسبوك تبعي ما يفوت يعطيني كومنت ولا تطلع علي والله قوي صراحه الفنان احمد الحسن نحب نشكرك اليوم على الجايه ما شاء الله يعني خفيف الظل صراحه يعني ما انجا لا انا خايف والله كنا ثقلنا عليكم ولا شيء بالعكس انا حاولنا ان نكون يعني خفاف لا والله خفاف صراحه الله يخليكم يا فنان طرق مطيري نشكرك يعني ممثل نتمنى ان شاء الله مع الايام تتالق تتالق تكون اسم بالساحه يا رب باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعطيكم الف عافيه ما تقصرون علي الله يعافيك بس في سؤال بوجهه للاستاذ احمد وجهه هو عنده شغله يوم السبت بالليل ما ادري صح ما قلت لي يوم السبت يوم السبت بالليل ما ادري وين بيروح انا قاعد اشم ريحه بحر ها في ريحه بحر ريحه زبيديه اوه في ريحه بحر اليوم انت يقول هالموقف انا والله شك يعني حاسس فيك كثير راح تجيب شنطه هو السالفه ما فيها انه في عندنا زميلنا نوجه له تحيه فنان اماراتي زيد الهاشمي وبعد نوجه تحيه لفنان بعد اسمه حسين جواد من الامارات كذلك هم طلبه في المعهد العالي للفنون المسرحيه يعني نوجه لهم احنا تحيه اكيد فطبعا زيد ما شاء الله يحب العيوش مثل الاخت اسرار فيحب ما شاء الله ما خلى بيت بالكويت الا ما ادش عندهم كلام العيش اي اللي هو المطبق الزبيدي ومحروق الصبعه والمشابيس ما خلى شيء اخر شيء تعرف على طرقي طبعا عن طريقي فطرقي عادي يسولف له هو طبعا كل ما يشوف واحد متين يقول اكيد ان طباخ امه حلو فعشان كذي صار الولد متين من اكل الوالده يعني فقال له دام انه يعني متين امك شلونها وينها قال امي تو جايه من السعوديه وكذي فقال ايش تطبخ؟ قال والله تطبخ المشابيس تطبخ هذا قال وهو يحب البحري قال شلونها بالبحري يعني بالهامور هذا فقال زين يعني طبعا طرقي تبلعم فقال له سوي لنا هامور زبيدي، هامور زبيدي يبي له يعني اقل شيء يعني 50 60 دينار هذا وين هذا؟ هذا هذا انت 50 60 دينار قبل انت الحين الزبيديه صارت على 2 دينار الحبه الواحده هذا انت قلته يعني فلما تاخذ كميه وتعزم ناس وكذي فيبي لك اقل شيء يعني 100 دينار قال له انا ابي ادش ابي اي عندكم فيوم السبت الريال طبعا عازمنا ما
تعزم وحياكم الله. يعني انا صراحه يعني سعيد بشوفتكم اليوم انت واخوي احمد ما شاء الله عليكم منورين وما قصرتوا، واحنا طبعا يعني ما ودنا ان يعني بهالسرعه هذه مر الوقت علينا واحنا للحين ما خلص يعني ما شبعنا منهم ولا هم شبعوا منهم. وانا بعد استانس ان انا اكون اطل على قناه الشباب، قناه جميله وحلوه متابعه وايد، وانا سعيد جدا مشكورين وما قصرتوا. طبعا على العموم طبعا مشاهدينا برنامج قادرين شو اكيد راح تنطرونا مني للويكند ان شاء الله يوم الاحد بحلقه جديده من برنامج قادرين شو، واحلى حبتين لكم من القلب، ويلا مع برنامج طنطوم والابطال، مع السلامه.